Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée du SIAM. Nous sommes dans une zone qui connaît le plus grand nombre de visiteurs, qui est la zone des bétails. Vaches, moutons, ovines, caprines, le SIAM est souvent l'occasion de présenter le plus beau cheptel du Maroc. Nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs qui sont le maillon important de la chaîne agricole. Je suis Mustafa Oumouch, j'aime le climat Ifran, le dinas Azro. جمعية الوطنية المربي الأغنام والماعز والجمعية ديالنا سميتها تجمع الشرقية في مدينة أزرو وهذا المعرض هذا هو اللي كيخلينا باش حتى حنا نزعموا بزاف هذه الخدمة ديال هذا الشيء ديال المربي الغنم والمعرض ديال هذا العام تبارك الله وشرفنا اليوم سيدنا الله ينصرو فرحنا وهذه الفرحة ديال سيدنا كاع هي اللي كتخلينا باش حتى حنا نجتهدوا اكثر واكثر ومازال نجتهدوا ان شاء الله وهذا العام ديال 14 ديما كنكون كنشارك هنا والعام اللي جاي كيكون العام احسن من هذا اللي فات وحنا كنفرحوا بهذا الشيء وكاين النظام والناس ديال لانوك قايمين بالواجب ديالهم من التقنيين الخدامة والناس كاع ديال لانو كلهم خدامين كل شيء خدام وهذا الشيء هو اللي كيخلينا باش حنا نديروا المجهودات ديالنا باش كل عام ان شاء الله نجيو نحضروا في هذه المباراة. واش هذا المعرض كيمكنكم انكم تزيدوا في المبيعات ديالكم؟ ايه راه يكون ماشي المعرض راه بزاف ديال الناس ما يمكن لهمش باش واخا جينا حنا تقريبا واحد من الكسابه مليه كنخليو 150 160 كساب مورانا حتى هي راه كدير المجهودات ديالها باش حتى هي ممكن كتزيد في الانتاج باش يمكن لها باش يمكن لكل واحد يجي يحضر في هذا المعرض الدولي المدينة. بالنسبه لكم انتم كسابه المخطط المغرب الاخضر كيفاش ساعدكم باش انكم طورتوا المنتوجات ديالكم وحسنتوا الانتاج ديالكم؟ ساعدونا بالناحيه ديال التقني والسياره ديالو والتقني كيجي كيدير المجهودات ديالو في كل كساب يجي يقلب عليه باش يحيد ليه المشاكل اللي عنده وكيعطيونا واحد الاعانه ديك الاعانه هي اللي كتخلينا باش نديروا المجهودات ديالنا باش كل واحد يشد شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله، كنشكركم ان اصحاب الاذاعه بعدا اول مره ساهرين معنا وكيسولونا على هادشي وكيشجعونا باش نزيدوا حنا نخدموا في هادشي، حيت كنلقاو معنا الرجال كنكونوا حنا خدامين. هاد السنه الحمد لله هادشي الاقدر ديال الله تعالى، ان السنه دازت واعره عندنا بزاف، عندنا المسائل ديال العالف وهادشي، رحنا في واحد الصعوبه كبيره. ان الكساب كله مضرورا من ناحيه المطر قليل، المطر قليل ولكن حمدنا ربي وشكرناه هادشي ديال الله تعالى. إيه احنا كنتمنى وان شاء الله تكون شي سنه اللي تبدل هاد السنه هذه ان شاء الله تكون افضل افضل. اول مرتين احنا السيسي سعيد من صخور حامنا كنسهروا على السردي وكندخلوا للمعرض، هذا هو السادس في السنوات، هذا هو السادس في السنوات. الاخوه الكسابه كلهم اللي داخلين لهذا المعرض انا كنشكرهم واحد الشكر كبير، انهم قاموا بالواجب وجابوا واحد السلعه اللي كيشوفوها الناس مزيانه، بان ماشي جاي جابوا سلعه تبارك الله. بعد دخلوا الخبر الصباح راه تبارك الله حاروا باش يعزلوا هذا الاول من الاخر من الثالث، حاروا باش يعزلوه. لحقينا الكسابه الحمد لله كلهم في واحد المستوى اللي غاديين به واحده تبارك الله. احنا كنشكر الاخوه الكسابه وكنشكر الصبر ديالهم اللي صابرين من ناحيه الجفاف، عندهم واحد العلف كبير، عندهم واحد العلف كبير وغاديين صابرين لهذ السيارات وصابرين لهذا الشيء كله. انا كنشكر الاخوه الكسابه وكنشكر الاخوان التقنيين اللي ساهرين معنا في هذه السنه هذه ساهرين معنا، وكنشكر الناس ديال الاذاعه حتى هما ما ناسيناش فكريننا، هذا كتسمى شجوع لينا حنا. بعد كنلقاو معنا الرجال وكنلقاو معنا الناس اللي كيسولونا على الكسيبه كيفاش، حنا كنكونوا غاديين في واحد الطريق ويمكن لينا كون جبرنا نضولوا جوج طرقان هذيك الساعه، كنحسوا بالناس راهم معانا. كنتسناو هذا العام باش يكون شي دعم، ما كاينش. الكساب معتمد على راسه، مع راسه الله تعالى، بعد كيخطانا الله تعالى الكساب كيمشي ضعيف، كيمشي ضعيف. باش كنتسناو شي دعم يكون وهذا الشيء، كنطلبوا منكم ان انتم الاخوان ديال الاذاعه هاد الهضره اللي قلنا لكم من ناس من ناحيه الدعم ما كاينش، توصلوا لنا هاد التوصال، توصلوا للسيد وزاره الفلاحه. وزاره الفلاحه هي اللي خاصها تقوم بهذا الواجب، هذا الواجب رحنا خاصهم يسهروا معنا عليه، حيت ملي ما كناش حنا ما غادي يكونوش تقنيين، والا ما كانوش الكسابه ما غاديش يكونوا تقنيين، ولا ما كانوش تقنيين ما غاديش يكونوا الكسابه. كنتسناو من السيد الوزير يطالع بهذه الحاله ديال العلف، خاصو يدير العلف الدعم للخوت الكسابه كلهم، ماشي ليا انا كلي، الخوت الكسابه كلهم. الدعم راه ما عندناش في هذه المرحله، حنا دايزين في واحد السنه اللي عشنا واحد عشنا احنا كبيره الكسابه، واليوم كنشكركم شكر كبير والله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله، والله ينصر سيدنا
اللي داير لنا هذا المعرض كنشوفوه في بعضياتنا. الوقت راه ضعيف هذا العام شويه على الكساب وعلى الفلاح، والوقت راه ناقص، وهذا الشيء راه مصيرين عليه بحالنا كنصيروا على الدراري. والكساب والفلاح راه معاونو سوى الله، ما عندو من يعاونو سوى ربي. وهادشي راه حنا ساهرين عليه، غادي تكون الكسيبه ان شاء الله العيد، غادي تكون الكسيبه ان شاء الله، غادي نوجدوها ان شاء الله موجوده وعلى الفنقي. وهاد السردي راه معلوم العيد الضحيه، وهاد الناس اللي داخلين هنا راهم كلهم معقول، راه ماشي بحال دوك الناس اللي زوروا العلف. العلف راه مركب مخير، الدراق والفول حمص والشيء والعلف نقي. وراه يجوا عندنا الحباب من ثلث سامعين من دار بيضاء يدوا البهايم عندنا الجوده، الجوده كيدوها باش يعيدوا العيد الكبير. ورحنا معروفين كيدوا الوراق من عندنا من هنا، نبداو نعدي الناس من هنا من الرباط. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.